خلق هذا المركز هيعمل قيمة كبيرة جدا لكل الأراضي اللي حواليه طبعا، كل الأراضي الصحراوية. وبص خلي أقول لحضرتك برضو، توجهنا في التنمية لدراساتنا بقى، يمكن أنا أقولها لك كراجل بتاع تخطيط عمراني من الأول، لما كنا بنشوف توجه التنمية بتاعت القاهرة كلها متجهة شرق، يعني التجمعات الكبيرة قوي، سواء محافظة القاهرة نفسها تتكلم من هي 9 مليون، هي شرق النيل، بعديها امتداداتها القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر، كل ده ومدينتي والمستقبل كله في ناحية الشرق. فانت عايز هذا النموذج، انك تمد التنمية للشرق لغاية لما توصل لغاية قناة السويس، ده هو ده التوجه الصح ليك. لان الغرب عندك يعني بخلاف منطقة 6 اكتوبر اللي هي موجودة، الغرب كله اللي هو الجيزة هي الاراضي الصحراوية، الاراضي الزراعية، وانت مش عايز يحصل اي تنمية. فانت كل توجهك حقيقة شرقا مع 6 اكتوبر، انك يبقى بتنمي مدينة 6 اكتوبر والجزء برضو البعد ناحية الواحات. فبالتالي ان وجود المركز بتاعك الثقل بقى مع الثقل السكاني الكبير كله موجود في الشرق، انك تعمل هذا المركز الجديد هناك، والاهم ان انت عامله على مسافة نص ساعة من قناة السويس. فبالتالي اي بقى مشروعات كبيرة النهاردة هتتعمل جوه قناة السويس، الشركات الكبيرة اللي جاية تشتغل هيبقى افضل لها انها تعمل المقر الرئيسي بتاعها هناك في المركز الاداري الجديد ده، وفي نفس الوقت هو نص ساعة يبقى في الموقع بتاع المصانع والحاجات اللي هو هيبقى شغال فيه. فهو هي دي الفكرة، ان احنا حطينا هذا الموضوع. نعم. يعني الفكره ما كانتش بادئه في الاول كده، اعتقد ده التطوير اللي حصل. ما ده تطوير يعني حضرتك حل ان انتوا هتبقى بس الوزارات وخلاص. لا 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 حضرتك، احنا بنتكلم فكره عظيمه، بنتكلم على مركز مال واعمال، على نقل وزارات، على احياء سكنيه جديده عشان تخدم هذه المناطق. بنتكلم على، هقول لحضرتك برضو، احنا بنتكلم على هيبقى في حي دبلوماسي برضو، بعض السفارات والمنظمات الدوليه اللي موجوده النهارده في مصر تبقى برضو متواجده هناك.